للمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من برلين عربي مرزوق مراسل إكسترا نيوز. بعد التحية لك عربي، إذا نقول أن 100 يوم مرت على الأزمة الروسية الأوكرانية والتي تسببت في أضرار وخسائر كبيرة للاقتصاد الأوروبي بشكل عام، وطبعا ألمانيا وهي الدولة الصناعية الأولى في الاتحاد الأوروبي بشكل خاص. كيف انعكست هذه الأزمة طوال 100 يوم الماضية على حالة الاقتصاد في ألمانيا؟ الحقيقة شادي الرد بشكل مباشر هي نسبة التضخم في ألمانيا. 7.9 كانت نسبة التضخم لشهر مايو الماضي، ودي نسبة مرتفعة جدا، أول مرة تمر بألمانيا منذ ربما أكثر من 40 عاما، أيضا منذ حرب الخليج الأولى في نسبة التضخم اللي كانت حتى في شهر إبريل اللي كان قبل مايو وهي كانت 7.4. فنسبة التضخم هي الرد المناسب، ولكن بمناسبة مرور 100 يوم على العمليات العسكرية الروسية على الأراضي الأوكرانية، كل وسائل الإعلام الألمانية خرجت منذ الأمس وحتى اليوم بعدة أسئلة محددة. على سبيل المثال القناة الأولى الألمانية طرحت السؤال هل يوجد فائز أو خاسر من هذه الحرب، وأيضا عدة وسائل إعلام مختلفة هل فشل الغرب ونجح بوتين، وأيضا هل الوحدة تتلاشى تدريجيا المقصود بها طبعا الاتحاد الأوروبي، والسؤال الأخير لماذا لا يوجد حتى الآن جيش أوروبي موحد وهو حلم الرئيس الفرنسي تحديدا عندما في 2017 بعد 4 شهور لما فاز الرئيس الفرنسي بمنصبه طرح هذا السؤال وقال علينا أن يكون لدينا جيش واحد ونحاول أن ندافع عن أوروبا بجيش خاص بالاتحاد الأوروبي، كان يقصد بالطبع الولايات المتحدة الأمريكية. كل هذه الأسئلة طرحت هنا على وسائل الإعلام الألمانية، طرحتها على السياسيين الألمان وحاولت الإجابة عليها. تحديدا ايضا الوحده الاوروبيه حتى هذه اللحظه وبعد مرور 100 يوم حتى الان كانت هناك كان الاتحاد الاوروبي غير قادر على توحيد كلمته في العقوبات الخاصه بفرض حظر على النفط الروسي، وتم استثناء بعض دول الاتحاد الاوروبي وتم مد هذا الحظر حتى لنهايه العام الجاري، رغم مرور اكثر من 3 شهور على هذه الحرب لا توجد كلمه واحده حتى الان للاتحاد الاوروبي على الرغم من الصوره المتماسكه للاتحاد حتى الان. ولكن تاثير بالطبع هناك تاثير كبير نتيجه العمليات العسكريه الروسيه على الارض الاوكرانيه بعد مرور 100 عام على الاقتصاد الالماني تحديدا، زي ما قلت نسبه التضخم وارتفاع الاسعار بشكل كبير جدا. في وقت من الاوقات كانت نسبه الاسعار فيه تخطت اكثر من 120%. نحن نتكلم الان في المجمل اسعار الطاقه في شهر مايو الان مقارنه بشهر مايو من العام الماضي ارتفعت تقريبا باكثر من 30%، ولكن في بعض الاوقات الزيوت المعدنيه وزيوت التدفئه هنا في المانيا كانت ارتفعت لاكثر من 120% في اوقات معينه، وهناك تحليلات تتكلم عن نهايه هذا العام وموسم الشتاء القادم سوف يكون الاصعب من حيث التكلفه وتوفر مواد الطاقه ليس فقط للالمان ولكن للاتحاد الاوروبي بشكل كامل، ولا احد يستطيع ان يجزم ما هو شكل الشتاء القادم شادي نتيجه ارتفاع اسعار الطاقه وربما ندره المواد البتروليه في هذا التوقيت. طيب، بحثت المانيا عن بدائل عده لاستبدال النفط الروسي، الغاز الروسي الذي تعتمد عليه بشكل كبير في اقتصادها، هل وجدت حلول لهذا يعني الاستبدال للغاز والنفط الروسي؟ شادي حتى الان الحكومه الالمانيه اعلنت بخصوص الغاز انهم قاموا باستئجار 4 محطات عائمه لتسييل الغاز الذي سياتي من بعض الدول العربيه وايضا من الولايات المتحده الامريكيه وبعض دول العالم. والمانيا في طريقها الان لتغيير البنيه التحتيه وان يكون لديها بنيه تحتيه خاصه بالغاز، لان لا يوجد بنيه تحتيه في المانيا ودول اوروبا بشكل كامل لتسييل الغاز الذي ياتي من مختلف دول العالم، تحديدا المانيا لا توجد محطات ثابته لهذا الامر لانها كانت بتعتمد على روسيا. ده امر ايضا استفادت منه المانيا او كانت صحوه لالمانيا نتيجه الحرب الاوكرانيه الروسيه الان ان المانيا لا تعتمد بشكل كامل على روسيا في الطاقه ويجب تنويع مصادرها، ولكن المانيا اعلنت انها قامت بابرام عقود مع دول مختلفه لشراء الغاز من هذه الدول. ايضا على مستوى النفط المانيا اعلنت عن نفس الامر، نفس الدول العربيه التي ستصدر الغاز لالمانيا ستصدر ايضا كميات النفط التي تحتاجها المانيا في المستقبل، بالاضافه طبعا للكميات التي وعدت بها الولايات المتحده الامريكيه لشحنها الى مختلف دول الاتحاد الاوروبي ومنها المانيا تحديدا. هناك تعاون سوف يتم بين المانيا الحكومه الالمانيه والحكومه الهولنديه والحكومه الدنماركيه ايضا مستقبلا. غير كده الحكومه الالمانيه بتعتمد في المستقبل على الطاقه المتجدده بنسبه معينه رغم التشكيك في ان الطاقه المتجدده، وده من الجانب الروسي بالمناسبه،
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تحديدا شكك في اعتماد المانيا والاتحاد الاوروبي على الطاقه المتجدده في المستقبل نتيجه ان الصناعه الالمانيه صناعه قويه جدا تلتهم الطاقه كما يقولون، والطاقه المتجدده لن تسعف المانيا في المستقبل. طيب أيضا ذكرت فكرة القوة الدفاعية الأوروبية والتي كانت حلم للرئيس الفرنسي كما ذكرت عربي، ولكن ألمانيا أيضا اتخذت يعني هذه النقطة أو أخذتها بشكل أكثر جدية عندما خصصت يمكن العشرات من المليارات لتطوير الجيش أو لتحديث الميزانية الدفاعية. ما الذي تم في هذا الشأن؟ الحقيقة 100 مليار يورو شادي. نعم. البرلمان الألماني البوندستاغ وافق بالطبع على 100 مليار يورو لتسليح ألمانيا وشراء أسلحة متقدمة جدا على سبيل المثال الولايات المتحدة F-35 الطائرات شبح ستات الولايات المتحدة وطائرات النقل، تسليح الجيش الألماني بشكل كامل. ألمانيا لديها أزمة كبيرة جدا بعد الحرب العالمية الثانية في قوة الجيش الألماني وتسليح الجيش الألماني، كان الاهتمام منصب على القوة الصناعية بشكل كامل، وحتى المستشار الألماني أولاف شولز والحكومة الحالية اعترفت بضعف الجيش الألماني على الرغم من قوة شركات السلاح الألمانية، ولكن شركات السلاح الألمانية دي شركات خاصة يجب أن نفصل بينها وبين الجيش الألماني. الجيش الألماني بالفعل يحتاج إلى يعني أسلحة كثيرة جدا متطورة بشكل كبير، ليس بهذه القوة التي مثل باقي دول مختلفة أيضا في العالم. لذلك تم بالفعل الموافقة على 100 مليار يورو الآن لتسليح الجيش الألماني في المستقبل، والمستشار الألماني أولاف شولز قال صراحة أن الجيش الألماني سوف يكون أقوى جيش تقليدي في أوروبا مستقبلا، وسوف لن يدافع عن ألمانيا فقط، ولكن من وجهة نظر المستشار الألماني أولاف شولز الحالي سوف يدافع عن الاتحاد الأوروبي بشكل كامل مستقبلا. أنا بشكرك على هذه المعلومات عربي مرزوق، مراسل إكسترا نيوز، كنت معنا من العاصمة الألمانية برلين.